حصدت البعثة المصرية للسكواش والمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين أول 3 ميداليات ذهبية، وذلك في منافسات تحت 11 عاماً وتحت 13 عام، وجاءت الميداليات الثلاث عن طريق تاليا شريف وحازم ثروت وحبيبة رزق. أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن حصول الاتحاد السكندري على بطولة السوبر بعد تنازل الأهلي عن حقوقه في المباراة. أوضح اتحاد السلة أن مجلس الإدارة وافق على طلب الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في بطولة كأس السوبر لموسم 2021-2022 مهديا اللقب لجماهير الاتحاد السكندري. خسر الإسماعيلي من مضيفي حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة 12 من الدوري الممتاز، أوقفت الخسارة رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الأخير، بينما صعد حرس الحدود إلى المركز 15 برصيد 10 نقاط. فاز المقاولون العرب على مضيفي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الممتاز، ورفع هذا الفوز رصيد المقاولون العرب إلى 18 نقطة في المركز 5، بينما تراجع طلائع الجيش للمركز 11 برصيد 13 نقطة. تغلب فاركو على مضيفي سموحة بهدفين مقابل لا شيء في الدوري الممتاز أيضا، وبهذا الانتصار رفع فاركو رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد سموحة عند 10 نقاط في المركز 14. سيطر التعادل السلبي على مباراة أسوان ومضيفي البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 16 نقطة في المركز 8، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12. أوروبيا تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 4 أهداف دون رد في الدور الثالث من المسابقة. جاءت رباعية مانشستر سيتي عن طريق كل من رياض محرز بواقع هدفين وجوليان ألفيرز وفيلدوين. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع ريهام ودينا. شكرا مصطفى.